النظم والانتظام من الصفات البارزة جدا والحاكمة على عالم التكوين وعالم التشريع. من يتأمل في عالم التكوين يجد نظاما دقيقا يحكم هذا العالم. يقول الباري عز وجل: والشمس والقمر بحسبان، حركة الشمس وحركة القمر كما هو معلوم لديكم حركة غاية في الدقة، وهكذا حركة موجودات هذا العالم. الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم ونظمه نظاما دقيقا. كذلك إذا نظرنا إلى عالم التشريع نجد تعاليم الدين وأحكام الدين تأخذ على عاتقها تنظيم حياة هذا الإنسان. تعاليم الدين وأحكام الدين متى ما أخذ بها الفرد أو الجماعة كانت كفيلة بتنظيم أموره، ومسألة النظم والتنظيم في الإسلام مسألة غاية في الأهمية. حسن التدبير في الحياة هو رمز موفقية الإنسان. رمز الموفقية في هذه الحياة النظم والانتظام وحسن التدبير. لذلك نجد في كلمات أهل البيت عليهم السلام وسيرتهم العطرة، مواقفهم العطرة، عناية خاصة بهذه المسألة. أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو على فراش الموت في تلك الساعة الحرجة يوصي أهله، يوصي ولده، يوصي الناس جميعا بمجموعة من الوصايا. واحدة من هذه الوصايا وصيته بالنظم والانتظام: أوصيكما، أي الحسن والحسين، وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا. عبد الوصية إذن مكتوبة كانت، حرص الإمام على أن تكون الوصية مكتوبة: بتقوى الله تعالى ونظم أمركم. مباشرة بعد التقوى تأتي الوصية بنظم الأمر. النظم والانتظام مهم جدا في الحياة. الفوضى الارتجالية العبثية لا يمكن أن تأتي بنتائج طيبة، ولهذا الإسلام يهتم كثيرا بهذه المسألة. الحسين عليه السلام سأل أباه أمير المؤمنين سلام الله عليه عن حالة جده المصطفى صلى الله عليه وآله. طبعا الحسين أدرك النبي وعاش مع النبي صلى الله عليه وآله، ومع ذلك يسأل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن حالات جده النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لعدة أمور. واحدة منها أن الإمام سلام الله عليه أراد من خلال هذا السؤال أن يبين أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. ما من أحد يعرف حالات النبي صلى الله عليه وآله كأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك يطلب الإمام سلام الله عليه من أبيه أمير المؤمنين أن يبين له حالات جده المصطفى صلى الله عليه وآله. الإمام عليه السلام بدأ في بيان تلك الحالات فقال. طبعا هذه الرواية تبين بشكل واضح جدا اهتمام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بمسألة
تنظيم الوقت وبمسألة النظر والانتظام. لاحظ، قال: إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء. النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى داره يجزئ وقته ثلاثة أجزاء: جزء لله عز وجل، وجزء لأهله، جزءا لله عز وجل، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. ثلاثة أجزاء. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة والخاصة ولا يدخر عنهم شيئا. النبي صلى الله عليه وآله يقسم أوقات إلى ثلاثة أقسام إذا أوى إلى منزله. جزء يخصصه لله، طبعا المقصود هنا العبادة المنصوص عليها، وإلا فكل أعمال النبي صلى الله عليه وآله وحالاته لله سبحانه وتعالى. لا يوجد شيء في حياة النبي ليس لله جل وعلا. كل ما في حياة النبي وأهل البيت سلام الله عليهم هو لله وحده، من صغيرة وكبيرة. هنا يقول جزء لله، يعني تلك العبادات المنصوصة: الصلاة، الدعاء، المناجات، الانقطاع إلى الله عز وجل، هذا هو الجزء المخصص لله عز وجل. فالنبي إذا حضر وقت الصلاة لا ينشغل بشيء آخر. بعض زوجات النبي تحدث عنه صلى الله عليه وآله: كنا نحدثه ويحدثنا، أو كان يحدثنا ونحدثه، فإذا حضر وقت الصلاة كان كأن لم يعرفنا ولم نعرف. ليش؟ لأن هذا الجزء مخصص لله سبحانه وتعالى، لا ينشغل النبي بشيء آخر. إذا حضر وقت الصلاة ماكو شغلة من الشغلات تستحق أن يشغل الإنسان نفسه بها. أكو شيء أرفع قيمة من الصلاة؟ المشاغل الحياتية أرفع قيمة من الصلاة؟ كان بعض المؤمنين للأسف الشديد حينما يأتي وقت الصلاة ينشغل بتلك المشاغل الحياتية، ويقول: بعد أن أفرغ منها بعد ذلك أتوجه للصلاة. كأن الصلاة تأتي في رتبة متأخرة في الأهمية. الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة الفلاح في الحياة. تقول: حي على الفلاح. هذا نجد المعصومين عليهم السلام إذا حضر وقت الصلاة لا ينشغلون بشيء، يتوجهون إلى الصلاة. إذن من خلال هذه الرواية يتضح لنا التالي: بأن النبي صلى الله عليه وآله حتى وهو في داره كان يجزئ وينظم وقته. رواية أخرى عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، رواية مشهورة هذه الرواية، يصدرها الإمام عليه السلام بقوله: اجتهدوا. حينما يقول الإمام اجتهدوا، يعني المسألة ليست مسألة هامشية فرعية، بل هي مسألة ذات أهمية خاصة. يقول: اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن. شوف، هذا الصديق، هذا الأخ، إذا حصلت عليه فعض عليه بالنواجذ كما يقولون. هذا عملة نادرة، تجد صديق مخلص يخلص لك في السر، مو فقط في العلن، في السر، يعرفك عيوبك، يعينك على الوصول إلى الله عز وجل. مثل هذا الصديق لا تفرط فيه، مثل هذا الأخ
لا تفرط فيها، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم، وبهذه الساعة يقول الإمام تقدرون على الثلاث الساعات. شوف الإمام يقول اجتهدوا، خلي تكون المسألة ذات أهمية عندكم، اجتهدوا فيها، وقسموا أوقاتكم، نظموا أوقاتكم بحيث يكون جزء من الوقت لمناجاة الله عز وجل، جزء من الوقت لأمر المعاش، جزء من الوقت للخلوة مع الإخوان الصادقين المخلصين لكم الذين يعينونكم على الوصول إلى الله عز وجل، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم، تعينكم نفس تمل بطبيعتها، النفس تمل وبالتالي تحتاج إلى ترويح، لكن المؤمن يروح عنها بما أحله الله عز وجل لا بما حرمه، لذلك يعاود المؤمن نشاطه مرة أخرى. هذه الرواية أيضا تدل دلالة واضحة على أهمية مسألة تنظيم الوقت. عشرات الروايات التي وردت في الموسوعات الحديثية حول هذه المسألة، حسن التدبير. شوفوا إذا راجعتم الموسوعات الحديثية المؤلفة مؤخرا، يعني في الآونة الأخيرة، حرص بعض الأعلام العلماء على جمع الأحاديث وتبويبها في موسوعة، أبواب وعناوين. إذا راجعتم هذه الموسوعات سوف تقفون على باب معنون بهذا العنوان الحزم. ما المقصود بالحزم؟ شوف ثلاث مصطلحات عندنا، حزم وعزم وجزم، أحيانا البعض يخلط بينهم. الحزم يعني النظر في العواقب، الحزم يعني التخطيط، الحزم يعني تدبير الأمور، هذا المقصود بالحزم. فهذا الباب يضم عشرات الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وفيها غرر، كلها الروايات غرر واقعة لا تقدر بثمن. هذه الروايات كلها تتناول هذه المسألة، مسألة حسن التدبير في الحياة، التخطيط، وضع البرامج، وضع الخطط، هذا هو الذي يعين الإنسان على الوصول إلى الرشد والكمال. أما ترك الأمر فريسة للفوضى والارتجالية ولا يأتي بنتيجة طيبة. شوفوا المسلمون، لاحظوا المسلمين لما التزموا يوم أحد بالنظم والانتظام، النبي وضع لهم نظام التزموا به، كان النص التزموا به كان النص حليفهم، لكن لما تخلوا عن هذا النظر انقلب النصر إلى هزيمة. مهم جدا النظم والانتظام وحسن التدبير في الحياة. النبي يتخوف على أمته من مجموعة من الأمم، أكو مخاوف أبرزها النبي صلى الله عليه وآله، عدة روايات أشارت إلى مجموعة من المخاوف، طبعا أبرز تلك المخاوف على الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حقوق أهل البيت سلام الله عليه، لكن هناك أيضا أمور أخرى بيّنها النبي صلى الله عليه وآله. أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل، هذه واحدة من الروايات التي أوضحت لنا مخاوف النبي. أنس بن مالك يدخل على النبي صلى الله عليه وآله فيراه باكيا، يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مما بكاؤك؟ يقول وكيف لا أبكي وأنا أعلم بحال أمتي من بعدي، أهواء تتبع وقطيعة رحم، ويعدد النبي صلى الله عليه وآله كل هذه المخاوف التي كان النبي صلى الله عليه وآله يحذر الأمة منها. من المؤسف جدا أن الأمة وقعت فيها كل هذه الأمور التي كان النبي يتخوف على أمته من بعده منها، الأمة أصيبت بها لأنها لم تأخذ بوصايا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. واحدة من تلك المخاوف هذا الحديث وهو موضع الشاهد.
يقول النبي: لا أخاف عليكم الفقر من بعدي، ولكن أخاف عليكم سوء التدبير. هذا الذي يخاف منه النبي صلى الله عليه وآله، سوء التدبير في الحياة، عدم النظم والانتظام. هذا الذي يتخوف منه النبي صلى الله عليه وآله على الأمة من بعده. إذن هذه المسألة غاية في الأهمية، فكيف يمكن للإنسان الحصول على حسن التدبير أو الوصول إلى حسن التدبير؟ هناك عوامل، سوف أشير إلى عاملين فقط بصورة سريعة ورد ذكرهما في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. أول العوامل التي توصل الإنسان إلى حسن التدبير حفظ التجربة، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: من الحزم حفظ التجربة. شوف، الحياة مليئة بالتجارب، الحياة مليئة بالتجارب، تاريخ الإنسان مليء بالتجارب، فقط يحتاج من هذا الإنسان التفاته، استخلاص هذه التجارب، استخراجها والاستفادة منها في حياته. القرآن العظيم، شوف القرآن الكتاب العظيم كم يضم من قصص الأمم السابقة، الأنبياء السابقين، هي كلها تجارب. سورة كاملة وهي سورة يوسف، سورة كاملة تتحدث عن تجارب هذا النبي العظيم يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه. شوف سورة كاملة: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. في بداية السورة هاي الآية وردت، يعني يا رسول الله اقصص هذا القصص، خليه يتفكر هذا المسلم ويستخرج من هذا القصص القرآني، يستخرج منه تجارب هذا النبي العظيم ليستفيد منها في تدبير أموره. هذا الإمام يقول: من الحزم حفظ التجربة. هذا العامل الأول. العامل الثاني: مشاورة ذوي العقول. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: الحزم مشاورة ذوي العقول واتباعهم. شاور أهل العقل، شاور أهل الخبرة الاختصاص، ينفعوك، يختصرون عليك الوقت، يختزلون عليك جهدا طويلا، جهد جهيد تحتاج حتى تبلغ ما وصل إليه هؤلاء. هؤلاء يقدمون لك خلاصة في زمن قياسي. لا تستصغر هذا صاحب الاختصاص حتى وإن كان تزدريه الناس أحيانا. المعتصم صاحب كتاب فتوحات الإسلامية، أشير إلى هاي القصة، صاحب كتاب فتوحات الإسلامية تحدث، يجيب قصة، يقول المعتصم لما أراد فتح أمورية استعصت عليه، بقى بجيشه عدة أشهر لم يستطع فتح القلعة حتى دب اليأس فيه، سرب اليأس إلى نفوس جنوده. ليلة من الليالي خرج يتفقد الخيام، خيام جيشه، وقف على خيمة حداد. طبعا الجيش مو فقط جنود، لابد من وجود حدادين حتى يصلحون الأسلحة. فمر على خيمة حداد، سمع الحداد يضرب بالمطرقة على السيف، يضرب بمطرقته على سيف يصلحه، وهو منزعج يضرب بالمطرقة على السيف ويقول: ليت هذه الضربة جاءت على رأس المعتصم، صار لنا أشهر ونحن هنا وفتح هذه القلعة أمر يسير. سمع المعتصم سكت، رجع في اليوم التالي لما أصبح الصباح دعا بأحضار هذا حتى لما أحضر بين يديه قال له: سمعتك تقول كذا وكذا وكذا البارح، ابتعدت فرائص المسجد. قال: لك الأمان، لكن أخبرني كيف يكون أمر هذه، أمر فتح هذه القلعة سهلا يسيرا؟ فقال: أصلحك الله، ألا تنظر إلى الفواصل في الجدار من الخشب؟ مر جندك ليرموها بالسهام المشتعلة بالنار، تحترق فتتهاوى الجدار. نظر المعتصم، شاف فعلا قول سديد،
شوف حداد بسيط شاف أن القول قول سديد فعلا. حالا صدر أمره لجنوده، رميت تلك الفواصل بالنيران فاحترقت، تهاوت الجدر، دخل المعتصم دقائق معدودة، سيطر على الأمر بأكمله. شوف أهل الخبرة أهل الاختصاص ذوي الرأي والعقل. إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الحزم النظر في العواقب ومشاورة ذوي العقل. مشورة أهل العقل وذوي الرأي توصل الإنسان إلى الحزم، حسن التدبير في حياته. هذا عامل. طبعا إذا جئنا إلى سيرة الحسين سلام الله عليه يعني وقضيته سوف نقف على شواهد متعددة، بل أستطيع القول لا توجد خطوة من خطوات الحسين عليه السلام في حركته المباركة هذه إلا وهي مدروسة بدقة. تخطيط عجيب نلحظه في حركة الحسين سلام الله عليه. سوف أعدد بس بعض الشواهد وأعرج على المصيبة إن شاء الله. شوفوا لاحظوا الحسين كان عازما على الخروج إلى العراق منذ البداية قبل أن يتحرك إلى مكة، كان عنده عزم على الخروج إلى العراق، وقد حدث محمد بن الحنفية مذكور في كتب السيرة والتاريخ، لكنه لم يتوجه إلى العراق مباشرة بل توجه أولا إلى مكة. لماذا؟ اختار الحسين وقت، هذا الوقت يمثل فرصة ذهبية. كيف؟ لأنها أشهر الحج، وأشهر الحج تعني تقاطر المسلمين على بيت الله الحرام من كل مكان من كل بقعة يأتون لحج بيت الله الحرام. فاستغل الحسين عليه السلام موسم الحج وهذا الزمن الفترة الزمنية للتعريف بحقيقة ثورته، للتعريف بأهدافه، ونجح الحسين سلام الله ذلك. لما أراد الحركة أيضا اختار وقتا مثيرا للانتباه، ملفتا للانتباه، حيث خرج في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو أمير الحاج سلام الله عليه. يخرج في اليوم الثامن لرايح الحج، يعرف يوم الثامن شنو. الثامن الناس تتوجه إلى منى، الحجاج تتوجه إلى منى، وبعضها تتوجه إلى عرفات، ما تخرج من مكة. وإذا بالحسين سلام الله عليه يخرج بضعنه من مكة. هذا مثار للتساؤل، وفعلا لما سئل الحسين عن سبب خروجي يجيب بجواب أيضا يثيرهم، حيث يقول لست آمن على نفسي. عجيب، في بيت الله في حرم الله الآمن، حيوان أجلكم الله يأمن في هذا، الطير يأمن في بيت الله. والحسين صبط رسول الله، ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، خامس أصحاب لا يأمن على نفسه في حرم الله الآمن. هذا مقصود من الحسين سلام الله عليه. ولما خرج بأبي وأمه اختار أيضا حتى في الطريق، حتى وهو في طريقه كان تخطيط جدا دقيق. ليلة عاشورة، شوف ليلة عاشورة كيف قضاها الحسين سلام الله، فقط في عبادة، طبعا العبادة والتهجد والتضرع أخذ جزءا ليس بالبسيط من وقت الحسين في ليلة عاشورة. لكن مو فقط العبادة قضاها الحسين سلام الله، يعني صلاة وصيام، عفوا صلاة ودعاء وقراءة قرآن، لا، خطب الحسين عليه السلام في أصحابه في ليلة العاشورة، اجتمع الحسين عليه السلام بنسائه ليلة العاشر كما هو مذكور في كتب السيرة والتاريخ، اجتمع بأخته العقيلة زينب سلام الله عليها في ليلة العاشر، خرج بأبي هو وأمي يتفقد التلال والروابي، فقد المعركة، ساحة المعركة ليلة العاشر من المحرم. هناك تنظيم عند الحسين سلام الله عليه،
شوف وهو في طريقه إلى كربلاء، لما وصل إلى منطقة شراف، هذه المنطقة يبدو أنها كانت زاخرة بآبار المياه معروفة. لما صار وقت السحر قال الحسين لأصحابه: تزودوا من الماء وأكثروا على غير عادته. حسين مو من عادة أن يطلب من أصحابه أن يكثروا من أخذ الماء إلا في هذا الموضع. وقت السحر أمرهم بالإكثار من أخذ المياه أو الماء. فلما ملأ أصحابه القرب أمر بالمسير، فسار الركب، ركب الحسين عليه السلام، إلى أن صار ارتفعت الشمس وصار قريب الزوال، عند الظهر قريب الزوال، وإذا برجل من أصحابه يكبر. التفت الحسين إليه قائلا: لقد كبرت كبيرا لا يقاس، لما كبرت؟ قال: يا ابن رسول الله، رأيت سواد النخل. كان هناك رجلان من بني أسد، أسديان مع الحسين، يعرفان الطريق تمام المعرفة. قال: يا ابن رسول الله، لا أهدى لنا بنخلة واحدة في هذا المكان. فقال الحسين: إذن انظروا ماذا ترون. فأخذوا يتأملون فقالوا: نرى آذان الخيل ورؤوس الرماح. فقال الحسين عليه السلام: وأنا أرى ذلك. شوفوا التخطيط. الآن أدرك الحسين بأن الحر قد جاء على رأس الفارس لصده، لمنعه من دخول الكوفة. شوف كيف خطط الحسين سلام. حالا التفت سأل أصحابه والعالم بأبيه وأمه: هل من ملجأ قريب نلجأ إليه نجعله وراء ظهورنا ونستقبل القوم بوجوهنا؟ فقال بعضهم: هو ذو الحسم أو ذو الخشم، اسم جبل، الاختلاف التسمية الواردة في كتب السيرة والتاريخ. فقال عليه السلام: ميلوا بنا، هو ذو الحسم أو ذو الخشم، إن وصلت إليه قبل أن يصل القوم بلغت ما تريد يا أبا عبد الله. فقال: ميلوا بنا إليه. فتحرك ركب الحسين سريعا إلى ذلك الجبل، وصل الحسين قبل وصول الحر واستعد لاستقبال الحر. ما هي إلا دقائق وإذا بالحر قد أقبل. أول ما وصل الحر بمن معه، نظر إليهم الحسين عليه السلام فرأى آثار العطش باقي على وجوهه، التفت إلى أصحابه قال: أصحابي اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. حسين رحمة، الحر مو جاي ينصر الحسين، الحر مو جاي يستقبل الحسين حتى يدخله إلى الكوفة، جاي يصد الحسين عن دخول الكوفة. ومع ذلك يقول الحسين سلام الله: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فسقاهم عن آخرهم. الله أكبر، العطشان ما يقبل يشوف واحد عطشان أبدا. الله أكبر. سقاهم عن آخرهم بأبي هو وأمي، ثم صار وقت الصلاة، فصاح الحسين بالحر: يا حر، أتصلي معنا أم تصلي بأصحابك؟ قال: بل نصلي خلفك يا ابن رسول الله. هذه يدل على معدنة طيب، الحر معدن طيب صحيح ملوث، أكو طبقة من اللوث، هذه تحتاج إلى محك، فقط تزال هاي الطبقة يخرج المعدن الأصيل. مثلاً الحر معدنه أصيل. فصلى الحر ومن معه خلف الحسين عليه السلام. لما انتهى الحسين من صلاته خطب فيهم خطبة ذكرهم بتلك الكتب والرسائل التي كتبوها إليه،
وأمر بإحضار خرجين مملوئين من الكتب وطرحها أمام الحر، قال هذه كتبكم التي كتبتموها لي. فصاح الحر: لست ممن كتب إليك يا أبا عبد الله. أراد الحسين أن يتحرك فمنعه الحر، فتداخلت المحامل فصحن العلويات وأرعبنا. قال أن الحسين قال للحر: ثكلتك أمك يا حر. جرى ما جرى بينه وبين الحسين، انتهى ذلك إلى قول الحر: إذن اتخذ طريقا نصفا لا يدخلك إلى الكوفة ولا يردك إلى المدينة. فصاح الحسين بمن معه: من منكم يعرف الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح بن عدي: أنا يا ابن رسول الله. قال: تقدم وخذ بزمام الناقة. تقدم الطرماح أخذ بزمام ناقة الحسين يقودها وهو يرتجز. الأبيات المعروفة.